الاجتماع ديال دابا باقي ما دخلناش ليه، هو اجتماع ديال التعارف، جو في ما بريزونتي للمؤسسه ديال المنخرطين باش يتعرفوا عليا. عزيز البدراوي المترشح للرئاسه، هو هذا اول لقاء رسمي اللي جاي يجمع جميع المنخرطين. الرجويين عندهم واحد السؤال، واش البدراوي قادر انه في الوعود اللي حاط له؟ داك الشيء اللي وعدت عليه على قدي كره، انا شتي باش نقول لك الجمهور الرياضي الرجاوي اي كلمه قلتها هذا راه كيتعلق البدراوي علقوا من لسانه. داك الشيء باش ما وعدتو باش شافني اليوم غيشوفني غدا. واش البدراوي قال انه رجع فريق الرجاء الامجاد ديالو البطولات؟ تنطلب سيدي ربي ما يخيبناش. شي البدراوي مش كتوعد جماهير الرجاوي؟ نوعدها بفرق براجا اللي كانت راجا، الراجا اللي كانت كتخلع شحال هادي المكانة الصحيحة ديالها وترجع ان شاء الله للمسار ديالها الصحيح. لا هادي سي وعد باقي معاها. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيت بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.